هنا الحته المهمه اللي هو الريليشنز اوف ذا سب مانديبولار جلاند. ده زي ما قلت لك سؤال الريتن متوقع في طب بشري وفي الاسنان. اول حاجه استرجعت لك انا الرسمه بتاع اللي فاتت اللي فيها عشان ابين لك السيرفيسز بتاع السب مانديبولار جلاند. اول حاجه السيرفيس اللي على الشارع ده اللي تحت المندبل تحط ايدك تحس الجلان ده اللي هو اسمه انفرولاترال سيرفس اهو هو ده. ده ان ريليشن ايه سكين سوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا. وهنا ادي الاقي السب مانديبولار جلان ده اهي معاه سب مانديبولار ليمف نودز اهو ده سب مانديبولار ليمف نود. وبعدين الفين ده اللي اسمه انتيرو فيشال فين اهو ده الانتيرو فيشال فين. وده نيرف اسمه سيرفايكال برانش اوف ذا فيشال نيرف. يبقى الريليشن بتاع الانفرولاترال سيرفس خد بالك معايا اللي هو ده. اقول لك اول حاجه سكينو سوبر فيشال فاشا وديب فاشا، بعدين سب مانديبولار ليمف نودز، بعدين انتيرو فيشال فين اللي هو ده، وبعدين سيرفايكال برانش اوف ذا فيشال نيرف اللي هو ده اهو، وبعدين السيرفايكال برانش اوف ذا فيشال نيرف. طب هتقول لي ده فيشال ارتر ما قلتوش ليه؟ اقول لك لا مش بينزل على الجلان، ده بيزنق نفسه هنا، بيزنق نفسه هنا بين المندبل اهو، بيزنق نفسه بين المندبل والجلان، عشان كده بيبان على السيرفس اللي هو lateral surface اللي هو relation للايه للمندب. يبقى ده خلصنا الانفرولاترال سيرفس اللي هو بره. نيجي lateral surface. lateral surface قلت لك في مندب الحته دي بتبقى حتى غويطه في المندب، السب مانديبولار فوسا اوف ذا مندب، الحته دي فيها السب مانديبولار فوسا اوف ذا مندب. وبعدين عندي ماسل هنا في الانجل اوف ذا مانديبل اسمها ميديال ترجويد نمر التلاتة. عندي بعد كده الفيشال ارتر اللي هو ده، وبعدين يبقى هنا ميديال ترجويد وفيشال ارتر. ممكن لو سب مانديبولار جلاند هنا بعيدة تلحق ارتر هنا تاني سب مانت، لكن هنا المفروض اكتر حاجة سب مانديبولار فوسا اوف ذا مانديبل، وبعدين ميديال ترجويد، بعدين الارتري اللي بيسموه الفيشال ارتري، وده على اللاترال ايه سيرفس. نيجي للميديا سيرفس واللي عايزك تحفظه جدا لانه مهم. هو في ثلاثة مصر لو اخدهم هنا مايلو هايويد وبعدين هايوجلوسس وبعدين البوستيرو بيلي اوف ذا دايجستر. مايلو هايويد وهايوجلوسس وبوستيرو بيلي اوف ذا ايه دايجستر. خلينا نشوفهم على الرسمه التوضيحيه دي. دي مايلو هايويد اهي، دي مايلو هايويد، ودي هايوجلوسس اهي، وده دي بوستيرو بيلي اوف ذا داجاس، والسب مانديبولار جلاند ده رقد هنا في الحته دي. بس لازم تحط شويه اضافات. المايلو هايويد معاها مايلو هايويد نيرف، مايلو هايويد فيسل، سب منتال فيسل. يبقى ده مايلو هايويد نيرف ومايلو هايويد فيسل وصاب منتال ايه فيسل. نمرة اتنين الهايو جلوسس مصر اهي، عليها اول حاجة لينجوال نيرف هو ده، وبعدين صاب اللينجوال نيرف متعلقة فيه جانجليا اسمها صاب مانديبولار جانجليا، يبقى هنا لينجوال نيرف صاب مانديبولار جانجليا. وبعدين هنا deep part of the submandibular gland. على فكرة submandibular gland ليها جزئين، جزء كبير اللي هو large part بتاع submandibular، وزنقة هنا بعد المصل في deep part of the submandibular gland. يبقى هنا في submandibular gland و submandibular duct. يعني الجلاند الكبيرة اللي نايمة هنا ليها حتة صغيرة طالعة منها، طلع منها السب مانديبولار ايه ضغط. يعني ده السب مانديبولار جلاند كلها نايمه كده، لكن طلع منها حته صغيره
اتعمل ديب بارت في السبمنديبر جلاند، وداخل هنا السبمنديبر دكت بين المايلوهيود وبين الهايجلوس. يبقى نرجع تاني، قلنا على المايلوهيود في مايلوهيد نيرف ومايلوهيد فيس سبمنتال فيس، على الهايجلوس في لينجوال نير وبعدين سبمنديبر جلاند سبمنديبر جانجل، ودي بارت بتاع سبمنديبر جلاند سبمنديبر دكت، وهنا نيرف اسمه هنا هايبوجلوسا نيرف اللي هو كرينيال نيرف نمرة ايه 12، ورا البوستيرو بيلي بتاع الدايجستريك، وادي معاها مصل اسمها سايلوهايود، وممكن تلحق جلوسو فارنجيال نيرف هنا اللي هو نمرة 9 كرينيال نيرف. يبقى الميديال سيرفيس اقول في عندي ثلاثة مصل، مايلوهايود هايجلوسس بالسيروبيلي بتاع الدجس، مايلو هايود عليها مايلو هايود نيرف وفيسل وسبمنتال فيسل، مايلو هايود نيرف وفيسل وسبمنتال فيسل. وبعدين نيجي بعد كده للايه الجزء الثاني اللي هو زي ما احنا شايفين كده اللي هو الايه الهايجلوسس. ابص لا الهايجلوسس عليها لينجوال نيرف، ادي هنا لينجوال نيرف، وبعدين جانجل سبمانديبولر جانجل، وبعدين هنا الاقي ممكن الاقي سبمانديبولر ضغط، والنيرف ده اللي هو هايبوجلوسال اي نيرف. يبقى ده اللي هو الميدل بارت سبمانديبولر جلاند نايمه على الحاجات دي. البوستيرو بارت سبمانديبولر جلاند ماشي على البوستيرو بيلي بتاع الدايجستريك وستايلو هيود ماسل وستايلو هيود ماسل او ستايلو هيود ماسل وستايلو هيود ليجامنت، وبعدين نيرف ده ممكن نلاقي ده هنا ستايلو هيود ليجامنت، وده النيرف اللي هو 9 كرين النيرف اللي هو جلوسو فارنجيال. فلا تنسى ان السبمنديبولار جلاند ليها انفرولاترال سيرفيس اهو، وليها lateral surface اهو، وليها medial surface اهو. ولو انت حفظت دي يبقى submandibular gland بقت جزء كبير انت حفظتها كويس وبقيت واثق من ايه نفسك، لان طلبت صعبها بس هي مش صعبة، هي سهلة جداً.